من العبادة التي تقدم عن غيرها الصيام حين يلزم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد القادم للإنتاج الفني والتوزيع يقدم شرح كتاب الصوم من جوهر النظام للإمام نور الدين السالمي رحمه الله لفضيلة الشيخ المربي حمود بن حميد الصوافي حفظه الله. والآن نترككم مع الشريط الرابع. يقول فيه الصوم للجبار منعته من شهوة النهار، ويذكر القرآن أن منعته من نوم ليله وما أطعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف، في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة. في هذه الليلة، ليلة الأحد السابع من شهر رمضان المبارك سنة 32 و400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. لا زال الحديث في تعريف الصوم الشرعي. كنا بالأمس في تعريف الصوم الشرعي، نكمل إن شاء الله نواصل. لكن قبل الدخول في الموضوع، سؤال: من نذر وقال علي لله إن وقع الشيء الفلاني، إذا قال إن وقع الشيء الفلاني فعلي لله صيام، وشخص آخر قال إن وقع الشيء الفلاني فعلي لله صوم، الأول كم يوم يصوم والثاني كم يوم يصوم؟ تفضل. من قال بالصيام ثلاثة أيام، من قال بالصوم يوم. تفضل. من يجيب؟ من قال بالصيام يصوم ثلاثة أيام أكثر، أما من قال بالصوم في نعم. إذا قال صوم يصوم يوم واحد. نعم. إذا قال صيام ثلاثة أيام. نعم. نعم. من قال ان الصيام والصوم بمعنى واحد يصوم؟ لا، بس جاوب على السؤال. خلاف تفضل. اذا قال صوم نعم يصوم يوم واحد. نعم. اذا قال صيام الذي يقول ما تقول كم؟ هل مثلا فيها خلاف ولا قول واحد؟
كم يصوم؟ فيها خلاف. كم يصوم؟ قيد يوم واحد وقيد ثلاثة أيام. أحسنت، شكرا. كيف الخلاف هذا؟ من أين الخلاف؟ هو يصوم يوم واحد ويصوم ثلاثة أيام؟ على حسب معنى الصيام. هل الصيام والصوم معنى واحد؟ من قال بأنه معنى واحد قال عليه صوم يوم واحد، هكذا؟ نعم. ومن قال بأن الصيام يطلق على ثلاثة أيام وصاعدا يقول عليه أن يصوم كم؟ ثلاثة أيام. شكرا، حسنا. السؤال الثاني، من توضأ للفريضة بعد دخول وقتها وسبقه الماء عند الاستنشاق أو عند المضمضة، فما حكم صومه؟ طبعا ليس عليه بدل ولا يكون اليوم. ليس عليه شيء، ها؟ ليس عليه بدل ولا يكون اليوم. أحسنت. طيب ليس عليه طبعا شيء تحفظ النص في الموضوع؟ لا. من بك محفظ نصا؟ من بك محفظ نصا؟ ماشي، ما أعطيناكم شيء؟ ما أعطيناكم شيء؟ من يجيب؟ نعم. ومن توضأ للصلاة فانتشق، ومن توضأ للصلاة فسبق بجو فيه الماء وكمن له انتشق. نعم. فما عليه؟ فما عليه حرج ولا بدل إن كان وقت الفرض حالا قد دخل ولم يكن زاد على الثلاث مستنشق كفعلة العباث. طيب شكرا، أحسنت. من أكل بعد طلوع الفجر وأن البقاء الليل، هل عليه قضاء يومه ولا معذور؟ نعم. كذا. طيب ما الذي القول بأن لا ليس عليه قضاء ينسب لمن؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، تفضل. الإمام نوبي يسأل. من يجيب؟ نعم. نعم. تفضل. نعم سليمان بن عثمان. سليمان بن عثمان. سليمان بن عثمان. وأيده من؟ ابن المطيع. نعم. هل موجب الإمساك هو طلوع الفجر ونفس الطلوع ولا تبينه للناظر؟ نعم. والآية تجد أي القولين؟ والأول والثاني؟ طلوع الفجر. هل تؤيد نفس الطلوع ولا التبين؟ نفس الطلوع. صحيح. نعم. 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 التبين. تبين. إيش قال؟ حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود. نعم. طيب شكرا. أعطيناك التعريف، قلنا لقب عند هذا التعريف. إيش تعريف الصوم الشرعي؟ نعم. تعرف. تفضل. نعم. الإمساك عن الإفطارات مع العلم كونه صائما من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية. أحسنت شكرا. والإمساك عن المفطرات مع العلم بكونه صائما من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. نعم، في هذا التعريف كم ستة قيود. وقفنا عن القيد الأول وهو الإمساك، وأيضا وقفنا عن القيد الثاني ولكن لم نكمله. القيد الثاني هو المفطرات، اختصرها بعضهم في أربعة أشياء التي هي إدخال داخل وإخراج خارج والجماع وكبائر المعاصي. وقفنا في الأول، يعني ذكرنا الأول هو إدخال داخل، حده هيش كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح إلى الباطن،
وقفنا هنا وقفات وطيناكم مثلا حكم الصعود وحكم عبارة الحقنة يا غير ذلك وواصل يعني الخارج داخل ننتقل من الخارج داخل إلى إيش إلى إخراج خارج. لكن قبل الدخول في إخراج الخارج فوائد ثلاث تتعلق بالقيد الأول وهو إدخال داخل. الفائدة الأولى والكحل في العينين ما به حرج ولو رأيت لونه منك خرج. والكحل في العينين ما به حرج ولو رأيت لونه منك خرج. مبوطه مرة. والكحل في العينين ما به حرج ولو رأيت لونه منك خرج. الفائدة الثانية ومن يكون أقام وسط الماء أو كان قدر الطبع للرداء يريد أن يقوى على الصيام قالوا مكره على الأنام ولا أراه أبدا مكروها حتى ولو عنوا به التنزيها. فالمصطفى قد صب فوق الرأس ماء من الشدة وسط الناس وذاك في مسيره للفتح فهذه حجتنا للصح. ومن يكون أقام وسط الماء أو كان قدر الطبع للرداء يريد أن يقوى على الصيام قالوا مكره على الأنام ولا أراه أبدا مكروها حتى ولو عنوا به التنزيها. لماذا؟ فالمصطفى قد صب فوق الرأس ماء من الشدة وسط الناس وذاك في مسيره للفتح فهذه حجتنا للصح. مرة. ومن يكون أقام وسط الماء أو كان قدر الطبع للرداء يريد أن يقوى على الصيام قالوا مكره على الأنام ولا أراه أبدا مكروها حتى ولو عنوا به التنزيها. فالمصطفى قد صب فوق الرأس ماء من الشدة وسط الناس وذاك في مسيره للفتح فهذه حجتنا للصح. نعم. الفائدة الثالثة قال القطب رحمة الله عليه فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو إلى البطن انتقض صومه كله وقيل يومه ولزمته المغلظة والصحيح أنه لا شيء عليه إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فعليه الإعادة فقط. فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو إلى البطن انتقض صومه كله وقيل يومه ولزمته المغلظة والصحيح أنه لا شيء عليه
إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فالإعادة فقط. مرة. فمن إيش؟ فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو إلى البطن انتقض صومه كله وقيل يومه ولزمته المغلظة. والصحيح أنه لا شيء عليه إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فالإعادة فقط. كتبتم زين؟ قرأها. قال الخطيب رحمة الله عليه. نعم. تفضل. فمن جعل ماء ونحوه لحاجة فارغة. قال الخطيب. فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو إلى البطن انتقض صومه كله وقيل يومه ولزمته المغلظة. والصحيح أنه لا شيء عليه إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فالإعادة فقط. طيب شكرا حسنت. الخارج داخل وإخراج الخارج. إخراج الخارج المقصود بإخراج الخارج إخراج القي وإخراج المني. إخراج القي وإخراج المني. فإخراج القي ناقض للصوم. انتبهوا الكلام خروج القي إخراج القي. هل فرق بين إخراج القي وبين خروجه وبين خروجه؟ هتقول خروج القي يعني إذا خرج منه القي بسبب أو غير السبب، لكن لا، هذا إخراج القي. الناقض للصوم هو إخراج القي لا خروجه. فمن أخرج القي تسبب لخروجه بإيش؟ بأن عصر بطنه حتى خرج من القي، أو أدخل إصبعه في حلقه حتى خرج من القي، أو نحو ذلك تسبب لخروج القي. فإذا تسبب لخروج القي فحينئذ ينتقض صومه. واضح؟ أما خروج القي فلا ينقض الصوم. خروج القي لا ينتقض به الصوم. لو إنسان مثلاً زع خرج من القي بدون سبب ينتقض صومه؟ ما الجواب؟ الجواب لا. وفي الحديث من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. من درعه القي أي غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى ايش من استقى اي اخرج القي استقى تسبب لخروجه، ومن استقى فعليه القضاء. واضح؟ اخراج القي واخراج المني. فاخراج المني اخو يفسد الصوم. يتسبب الانسان وأخرج مني مارس العادة السرية أو سبب من أسباب التشهن أو نحو ذلك حتى خرج منه المني تقوى صومه. وإخراج المني يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف ويفسد الإحرام ويوجب كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف وكفارة الإحرام. هذه أحكام تترتب على إيش؟ على إخراج المني مع أنه معصية. إخراج المني معصية
ما حكم استعمال العادة السرية؟ تقدم الكلام عليه في الدروس الماضية معكم يعني. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهو الزنا الأصغر فيما قيل، فلا أرى قط به تحليلا. وهو الزنا الأصغر فيما قيل فلا أرى قط به تحليلا. ونحكم في من يجلدن عميرة بتعزيره ضربا وسجنا متى أثم وشوهد منه الفعل أو باعترافه وليس هنا حد عليه فيلتزم. وهذا الجزاء في من أقر، في من أصر وإن يكن أتى تائبا زين، ومن يكن أتى تائبا فاستكفي بالتوب والندم. ومن يعبثا بالفرق سمي جالدا عميرة، خذ تفسيره غير منبهم. نعم طيب، عرفتم أن إخراج المني تترتب عليها أحكام. قبل كل شيء أن إيش؟ أن معصية. طيب، وإذا إنسان مثلا إني لك الحال إني صار عنده مثلا نوع من هذه الأشياء ويعالج نفسه بماذا؟ بما أرشده إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. نعم، وهذه المسألة خطيرة، إن جهل الشبان هذا الضر يدرونه إذا الشباب مر. نعم، يوجب إيش؟ فساد الصوم، ما كذاك؟ ويوجب أيضا فساد الاعتكاف لو كان معتكفا، فساد الإحرام سواء كان محرم بالحج أو بالعمرة، كفارة الصوم، كفارة الاعتكاف، كفارة الإحرام. ولكن الغسل باب أولى سواء كان بإخراج أو بخروج. واضحة؟ نعم، هذا بالنسبة إلى إخراج المني. ماذا بقي؟ بقي خروج المني. إذا خرج منه المني مثل في النهار باحتلام، لو احتلم في نهاره هل ينتقض بذلك صومه؟ الجواب لا، لا ينتقض صومه بذلك، لأنه لم يخرجه وإنما خرج بنفسه باختيار. حين بماذا يؤمر؟ يؤمر بالمبادرة إلى الغسل. يستيقظ من نومه ووجد نفسه على أنه على جنابه، يذهب يبادر إلى الغسل ولا شيء عليه. قال: ومن احتلم في نهاره فليبادر إلى الغسل ولا شيء عليه. أما إذا لم يبادر للغسل وتأخر من غير عذر كان ينتقض بذلك صومه. أما إذا كان تأخيره لعذر مثل يلتمس ماء لمن بعيد، أو مثلا يحرر ماء مثل وقت الشتاء وقت البرد، ويشق عليه أن يغتسل بالماء البارد وفتح الحرار، انتظره مثل دقائق حتى يسخن الماء ثم اغتسل، هذا التأخير معذور فيه. وكذلك إذا كان هناك مثل نهر بارد قريب منه وبه نهر يعني صاخن أبعد منه، ذهب إلى ذاك النهر الصاخن ليغتسل منه فلا بأس عليه. لو كان عنده بير، ولو كان بير في بيته، لكن هذا ماء هذا البير بارد وهناك بير آخر ما هو ساخن، ذهب إلى ذاك البير الساخن ليغتسل. فيتأخير كل حال يعني يتعلق بالغسل ما في شيء. أما إذا كان تأخير غير عذر كان يعتبر صومه منتقض. واضحة؟ هذا بالنسبة للنهار. بقي ماذا؟ بقي لو مثل كان جنبا بالليل وأصبح على جنابه، فما حكم صومه؟ من أصبح جنبا
أصبح مفطرا، من أصبح جنبا أصبح مفطرا. قد مثلا يتعرض مثلا لجنابة مثل احتلام أو جماع بالليل ويقول سأؤخر الغسل وسأقوم قبل طلوع الفجر، ولا كل حال إني سمر وأصبح على جنابة انتقب صومه، من أصبح جنبا أصبح مفطرا. لكن قد يسأل سائل يقول إذا لم يشعر بالجنابة إلا بعد طلوع الفجر، مثل نائم بالليل واحتلم في نومه وبعد وعندما استيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه جنبا، هذا معذور لأنه لم يستيقظ قبل طلوع الفجر ولم يعلم بالجنابة قبل طلوع الفجر حتى يقال أصبح جنبا. فهو على كل حال عندما استيقظ من نومه استيقظ بعد طلوع الفجر، فعلى كل حال عرف بأنه قد احتلم بالليل قبل الفجر لكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، في الوقت هذاك بادر للغسل، هذا ما عليه شيء. أما إذا خاطر بصومه وقال سأقوم للسحور وأغتسل عند السحور أو سأقوم للتهجد وأغتسل عند ذلك ونام، هذا على كل حال إذا خاطر بصومه وعليه قضاء يومه. وهنا تنبيه يقع فيه كثير من عوام الناس، عندما يصبح على جنابة بعد ذلك سيواصل يأكل ويشرب، لماذا؟ قال من أصبح جنبا أصبح مفطرا، يعني مفطر. هل المقصود بالحديث هذا؟ لا، معناه أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا أي انهدم صومه، فسد صومه. أما إيش؟ أما الإمساك يجب عليه الإمساك، لا بد من يمسك، يمسك ولو انتقض صومه بأي شيء بأي وجه من الوجوه انتقض صومه، مثل على القول بالمسائل التي مر ذكرها، فإن من أكل بعد الفجر بعض العلماء يقول عليه قضاء يومه، أليس كذلك؟ على هذا القول هل يأكل ويشرب؟ لا، يواصل. أو مثل على كل حال عند من يقول بأن المعاصي تنقض الصوم، لو فعل معصية انتقض صومه، هل يواصل يأكل ويشرب؟ لا، انتقض صومه، لكن المساك لا بد منه، المساك يمسك. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة إلى الإخراج، إخراج وخارج. فالإخراج احتراز عن إيش؟ عن الخروج، فخروج المني لا ينقض الصوم وخروج القي لا ينقض الصوم. طيب، ونبهناكم على شيئين، أن من احتلم في نهاره فعليه أن يبادر الغسل ولا شيء عليه، وليس له أن يتأخر إلا لأمر يتعلق بالغسل، وأن من أصبح جنبا أصبح مفطرا. طيب، مما يناسب المقام الحائض أيضا إذا اغتسلت بالليل، إذا طهرت من حيضها بالليل، هل لها أن تؤخر الغسل إلى طلوع الفجر؟ ما الجواب؟ الجواب لا، عليها أن تغتسل قبل الفجر حتى تصبح طاهرة، ما تصبح على هذا الحال، تغتسل كما أن الجنب عليها أن يغتسل قبل الفجر، فكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها بالليل فعليها أن تغتسل غسل الحيض قبل الفجر. أما إذا أتاها الحيض بالنهار فسد صومها، هل تأكل؟ الجواب نعم، تأكل وتشرب. لماذا؟ لأنها تختلف هذه عن الأولى، لأن صوم الحائض حرام، ما يصح تصوم، ليس لها الصيام، بل يجب عليها الإفطار، لكن قال إذا أكلت أو شربت ما عليها شيء. أما إذا وكذلك أيضا إذا أصبحت هي على الحيض وطهرت بالنهار
طهرت بالنهار، فحينئذ أيضا ليس عليها أن تمسك. سحب بعضهم الإمساك لها، وبعض العلماء قال ما عليها شيء إذا أكلت وشربت. واضحة؟ ثلاث مسائل معكم في الحائض. امرأة كانت صائمة بالنهار فأتاها الحيض وقت الظهر، فسد صومها ولا لا؟ هل يجب عليها الإمساك؟ ما الجواب؟ لا، لها أن تأكل وتشرب. أخرى، امرأة معنى طهرت من حيضها بالنهار، هي أصبحت مفطرة وطهرت من حيضها وقت الظهر مثلا، هل عليها الإمساك؟ لا، واستحب لها ذلك، استحب بعضهم الإمساك. ثالثة، طهرت امرأة من حيضها بالليل، هل لها أن تؤخر الغسل إلى طلوع الفجر؟ ما الجواب؟ الجواب لا. نعم، طيب، عندكم الآن إيش؟ شيئان، إدخال داخل وإخراج خارج. أين وقفنا؟ الجماع. قلنا أن اختصر بعضهم نواقض في أربعة أشياء: إدخال داخل وإخراج خارج والجماع وكبائر المعاصي. والجماع وكبائر المعاصي. نعم. غدا إن شاء الله، غدا وبعد غد ليلتين أو ثلاث ليالي، يصير القدرس الأستاذ أفلح. كان مناسبه اليوم القيل، لكن قلنا عن تقطع الدروس إن نواصل الحديث هذا، والليلتين أو الثلاث ليالي الآتية إن شاء الله هو يواصل الحديث الذي بدأ به سابقا. وبعد ذلك نحن نكمل إن شاء الله تعريف الصوم الشرعي، نواصل إن شاء الله. هذاك واحد يكون عنده سؤال بالأمس، تفضل. يعني تحته ولا على جانب؟ أما مثل تحت معنا نحن الآن هنا تحت نفسه تحت في الوسط. أما مثل الجامع معنا في الجامع فيديا من جانب. نجي في الجهة الحضرية فيديا من الجدار الحضري. ماذا يجلس؟ ماذا يعمل لازم يشيل الجانب؟ إذا كان جانب مثلا في الحجرة هذه. بدي من تقدر هذا العبد، تحت معنا الآن تحت بدي من وسط الصف. صار خمس يكمل الفرادة. سمعت؟ نعم. ما مقدار الانتظار حتى ينتقذ وضوء من ينتقذ صوم من أصبح جنبا أو كان جنبا حتى يغتسل؟ فيه خلاف ما بين وسع وما بين رخص. ذكر لك الحال أن ينبغي لا يتأخر إلا إذا كان عذر، هذا في عذر يتعلق بالغسل، لكن يستيقظ هو يقول بعدها عقب عن الأخلاق، هذا عبارة إهمال. اللهم من أصابت الجنابة في النهار شيء يتأخر عن الغسل، يختلف عن المسألة الأولى. إذا هيش المسألة يعني الثانية، أصابت الجنابة في النهار. نعم. كم مقدار التأخر؟ أقول لك ما بين وسع ومشدد. هذا. طيب. نعم. أقول ما يتأخر، ما يتأخر. مرة. ما يجي شو يتلحق. نعم شيخ. نعم. شيخ المخاط الذي ينزل من الأنف.
خاصة الذي يصاب مثلا بزكام بلعه هل ينقل الصوم؟ وإذا كان ينقل فأين يدخل من التعريف؟ يعني هل يعتبر إدخال داخلي؟ هي نعم ويقول بين النخاع والنخاع مثل فرصة، ولكن المسألة فيها خلاف. هو على كل حال ولو كان في الصلاة يخرجها منديل شيء حتى يخرج على الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.